ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من العاصمة السورية دمشق مراسل القاهرة الإخبارية خليل هملو. خليل، في البداية أرحب بك، ماذا لديك من تفاصيل أخرى حول استهداف مبنى من 4 طوابق في العاصمة السورية دمشق، وكما تم الإعلان سقوط 4 من مستشارين عسكريين تابعين للحرس الثوري؟ في الحقيقة آخر التحديثات في هذا الموضوع ما أعلنته وكالة الأنباء السورية قبل قليل، وقالت بأن إسرائيل استهدفت مبنى وسقط في هذا الاستهداف في هذا المبنى عدد من الإيرانيين، عدد من الشهداء الإيرانيين. إذن هذا أول تعليق سوري على هذا الحادث، لكن بالعموم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية إن كان من وسائل إعلام إيرانية أو حتى من مصادرنا في العاصمة السورية دمشق، تحدثت عن سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى. الوسائل الإعلام الإيرانية قالت وجود 4 قتلى، 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني، ما يعني أن هناك عدد آخر من القتلى لم يتم الإعلان عنهم باعتبار أن هناك عدد من الحراس وعدد من المرافقين لهؤلاء القياديين. أيضا ما يتم تداوله في العاصمة السورية دمشق وفي وسائل الإعلام المتابعة لهذا الحدث تحدثت عن وجود أحد القياديين حزب الله اللبناني في هذا الاستهداف. هذا الاستهداف كما ذكرت هو طال مبنى سكني في حي المزة، وهو أحد الأحياء الراقية في العاصمة السورية دمشق، ويقع غرب المدينة ويضم عدد من البعثات الدبلوماسية والسفارات وحتى مبنى الأمم المتحدة. السكان المحليون في تلك المنطقة من تواصلنا معهم قالوا بأن هذا المبنى يضم في أحد طوابقه وأحد شققه السكنية شقة مستأجرة لإيرانيين. هؤلاء يترددون بشكل دائم على هذا المبنى، لكن لا يعرف شخصيتهم إن كانوا عسكريين أو سياسيين أو حتى اقتصاديين أو غيرهم، لكن بالعموم ما تم استهدافهم في هذا الموقع. إسرائيل تعرف من استهدفت، وأيضا إيران أعلنت بأن ما تم استهدافهم قيادين في الحرس الثوري ومنهم الحاد صادق، وهو من القيادات البارزة في الحرس الثوري الإيراني. السكان في تلك المنطقة وتقريبا قبل نصف ساعة من الآن أزالت الجرافات. خليل أستوضح منك، أنت ذكرت الحاج صادق، تعني بهذا صادق أميد زادة، أليس كذلك؟ بالضبط، هو أميد زادة وهو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني، ولكن هو معروف باسم الحاج صادق، وأيضا ضابط آخر كبير في هذا الاستهداف. والحديث أيضا يتم عن حسن كوثراني، وحسن كوثراني ربما يكون شخصية لبنانية أو عراقية باعتبار أن هذه النسبة أو هذه الكنية هي غير متداولة في إيران. لكن ماذا عن أكرم العاجوري خليل؟ بما أن هناك يعني أنباء تتوارد حول مقتل أكرم العاجوري في هذا الاستهداف، وهو أيضا أحد القادة في الحرس الثوري الإيراني. بالنسبة لما تم ما تم استهدافهم في هذا المبنى، المصادر السورية ربما ليس لديها المعلومات أو ليس لديها الحق في هذا التصريح. كل من جاء في بالنسبة لإعلان عدد القتلى من في هذا المبنى في هذا المكان الذي استهدف هو جاء من إيران، وأيضا بعض الفصائل العراقية والسورية واللبنانية هي الموالية لإيران إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي صفحاتهم. لكن بالعموم إيران أو حتى حزب الله اللبناني أو حتى الفصائل العراقية عندما يتم استهداف أحد قياداتها تعلن ذلك ويتم التشييع وينشر صوره على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بالعموم لم يتم الإعلان من الجانب السوري حتى هذه اللحظة من هم الأشخاص الذين يتم استهدافهم في هذا الاجتماع، ولكن الحاج صادق أو أميد هو الذي تم إعلان اسمه من قبل وسائل الإعلام الإيرانية. سكان البناء المجاور في حي المزة من تواصلنا مع أيضا من جيران أن عدد كبير من السكان أخلوا منازلهم المحيطة بذاك المبنى المستهدف باعتبار أن عدد كبير من المباني المحيطة بهذا المبنى الذي استهدف تضررت بشكل كبير ولم تعد تصلح للسكن. كثير من السكان غادروا هذا المكان ليس خوفا من استهدافات أخرى، ولكن باعتبار أن شققهم السكنية أو منازلهم لم تعد صالحة للسكن جراء القصف الإسرائيلي الذي طال المبنى المستهدف في حي المزة. شكرا جزيلا لك مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق خليل هملو، كنت معنا مباشرة من دمشق.